جماعة السيارة هذه ليش ما حد يحترمها بالشارع؟ 20/3 تسجيل من جوجل بيكسل 2 XL من هذه السيارة اللي ما حد يحترمها بالشارع. HTC ما أدري سوت وباضت ما أدري تمخضها ما أدري شنو نزلت لكم HTC ديزاير 12 ديزاير 12 بلس. افرحوا وامرحوا وغنوا يعني ايش تبون بعد؟ نزلت لكم ميديا تك معالج 450 يلا ونسخت لكم شكل ون بلس يعني شنو الهوية مالتها؟ والله صغير عنده هوية بس البلس لا يعني الهوية ون بلس هذا لا فعلي يا جماعة السيارة هذه ما حد محترمها. نرجع لموضوعنا يقول لك 3 رام 32 اي ام ام سي غير محدد. ديزاير 12 شاشته 5.5 اتش دي ديزاير 12 بلس شاشته 6 انش اتش دي اتش دي 720 اتش دي 2018. نطول بالنا على بعض على قولة واحد بيع منتجه سيء يقول نطول بالنا على بعض. انا بشتري وفي منافسين ليش اطول بالي عليك؟ نطول بالنا على بعض وصافق السعر السحاب يا جماعه ليش يلفون علي الناس؟ المهم صافق السعر السحاب. احنا بشهر 3/2018 للحين الاجهزه من سيء الأسوأ يعني ما في شركات قدمت لنا شيء مشرف او شيء ممكن التحمس له. يعني ليش صاير؟ ليش الكل قاعد ينسخ القدله الخايسه هذه؟ وليش الكل قاعد يكرر معالج 200 معالج 625 نزل 2016 لا زال يتكرر في الهواتف المتوسطه؟ خلص الابداع وخلصت المعالجات الحديثه. والله شوف مدير زو كان احترمه والله زين لكن انك تلوح بحسابكم الصيني المشابه لتويتر صار لك شهرين مزهقنا. انتظروا S5 انتظروا S5 لينوفو ويطلع الجهاز مثل وجهك جهاز بمعالج 625 3 رام 3000 بطارية. اشتبي من يعني انت اشتبي من الحياة كلها؟ اشتبي ليش تهوش لنا على حسابك انك ستقدم شيء عظيم؟ ليش يعني خلوا السنة هذه تعدي على خير. يعني يا ليت اي شركة تنقذنا باي شيء. السوق زبالة للحين اي شيء قشة. انا موافق اتعلق بقشة. انا موافق يا اخي مو قشة اتعلق بشعره. يلا روح. يعني انا فصلت لكم 3 مدراء السنة اللي طافت. السنة هذه انا ممكن افصل شركات. يعني هذه شو اسوي فيها انا الشركات هذه؟ يعني اقصفها اروح افجرها؟ يعني يحسبوني ارهاب الحين يقولك والله يا عبد الرحمن قال على حساب انه سيفجرنا ويطلع فيه انفجار وتدبس. شو اسوي فيكم يعني؟ شو اسوي فيكم؟ انا قاعد اشرب قهوة بس فاصل اشرب قهوة ثانية وارجع. لا 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 يعني الناس تلف عليك والشركات ما قدمت شيء. في شيء خطأ اليوم. عودة من جديد. الحمد لله الشارع فاضي ما حد راح يلف علي. الحمد لله الأمور طال ما حد راح يلف علي بس باقي الشركات. أنا راح أسميها سنة القذلة العار. هذه السنة عار على التقنية. كل الهواتف قذلة. الشيء القبيح هذا شالوا 3.5 بدون سبب مقنع بعدين حطوا لك القذلة بدون سبب مقنع. استغلال مشاحة. يشتغلوا لكم المشاحة من الأعلى يقصوا لك الجهاز من يمين من يسار يشتغلون مشاحته. هذا نفر يشتري ايفون. انا شنو اسوي؟ انا ياخذ هذا اسوي كوبي في فوق هذا زياده. انا ما اعرف ليش هذا زياده موجود بس انا اسوي كوبي. كلهم دنيا مسلم الحمد لله. كلهم جوال هذا جوال كلهم في زياده فوق انا اسوي نفسه. انا والله عندي احساس ان المصمم هذا تفكيره بشكل هذا يعني معطيها انا اسوي هذا كوبي هذا يصير زين. يعني اتوقع هذا مصمم. ما فيكم الصاحي يا جماعه للحين ما فيهم الصاحي. لا هواوي يهوش لنا كوبي الايفون هواوي 27. والمضحك شنو اكتشفت انا يعني بالقراءه شاومي ب 27 هواوي 27 وايفون انتم بكرامه ب 27. هي كل هالتقنيات في عالم اندرويد يا اخي انسخ من سامسونج. يا اخي انسخ من سامسونج. سامسونج تبيع 24% من السوق. انسخ سامسونج يا اخي. انا موافق راح اقول كوبي سامسونج كل فخر. اما تروح تنسخ لي اقبح شكل بالسوق اللي تنازلت عنه اصلا الشركه وتنازل عنه اندي روبن المبني على شارب. هاي زعلتوني فوق ما انا زعلان. لا حول ولا قوه الا بالله. سوي فكر سوي مشكل سوي ما يفكر ليش فكر اسوي كوبي على طول. المشكله هذا نفرات ما في مجنون. هذا النفر مشكل كبير. فاصل على طول قهوة على طول مشكل كبير. هذا بس النفر هذا بيروح له. سلام عليكم.